وبالفعل انتهى الشوط الأول ما بين لقاء وادي دجلة والجونة، شوط أول متوسط المستوى، تقدم فيه الجونة في الدقيقة 26 من ضربة جزاء تسبب فيها شريف أشرف مشكوك فيها زي ما الكابتن مصطفى قال، أحرزها محمود سيد بدرجة امتياز، حاططها الحقيقة يعني من الصعب، عايزة حاول عشان يجيبها، ثم بيتعادل ستانلي في جون هو الأغرب هذا الموسم وسط فريق الجونة بالكامل 1 2 3 4 5 6 ويتلاعب بيهم كيفما يشاء. مشهد الحقيقة غريب جدا، ولكن من المتوقع أن الشوط الثاني يشهد أهداف. طيب معنا أحمد عبد الرؤوف لاعب وادي دجلة الغاب عن اللقاء. كابتن أحمد مساء الخير. مساء الخير كابتن شيف، ومساء الخير على كابتن طارق وكابتن مصطفى يونس والاستاذ حاتم سند. ابو حميد مفتقدينك النهارده يا ابو حميد. ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك. كابتن احمد، يعني الحقيقه وادي دجله عامل شوط متوسط المستوى، الجونه كان متقدم في البدايه، وادي دجله جاي من هزيمه اللقاء اللي فات، ولكن واضح ان وادي دجله بقاله ماتشين ده الثاني مش في فورمته. بص يا كابتن انت عندك حق، يمكن احنا الماتش اللي فات والماتش بتاع النهارده احنا مش بنفتقد الكوره، احنا بنفتقد الروح شويه، الاصرار ان احنا يعني ان احنا نكسب، او من بدايه الماتش بنغت ان احنا نكسب. احنا النهارده يمكن الاداء مش الموضوع الكوره، الموضوع ان احنا يمكن نكون بعيد شويه في موضوع الروح، يعني في اصرار شويه في الماتش بتاع النهارده يبقى ماتش سهل قوي ان احنا ناخده. يعني يمكن فرقه المقصه كانت فرقه يعني اعنف شويه في اللعب، لعبها اسرع من فرقه الجونه، شايف ان فرقه الجونه مسالمه شويه، فاحنا انا شايف ان الماتش سهل شويه ان احنا ممكن ناخد الماتش بسهوله يعني. طب كابتن احمد، ايه اللي حصل بعد الهزيمه الماتش اللي فات علشان وادي دجله يرتب اوراقه من جديد؟ يعني كان في حديث لينا قبل اللقاء وقلنا ان كان وادي دجله ممكن يكون في احتياج لهزيمه ان هو يرجع لصحوته تاني. والله يعني مش موضوع ترتيب اوراق، لا هي الفكره كلها يعني انت عارف ان الكيرف اصلا في الكوره عامه ممكن تبقى انت طالع بشكل كويس، يعني احنا ما قلناش قوي، احنا هو الماتش بتاع المقصه هو الماتش اللي احنا كنا سيئين فيه جدا اداء ولعبا يعني، لكن يعني انا شايف ان احنا مش بعيد قوي ان احنا لو كسبنا ماتش النهارده هنقدر تاني ندخل في دوامه المنافسه، احنا الفرق ما بيننا وبين الاهلي بونت واحد، لو كسبنا النهارده هنبقى ثالث تاني، فانا شايف المنافسه هي اللي تختلف. كويس يا محمد، فيها محمد عبد الرؤوف. أحمد. يا احمد في ايه يا احمد؟ ده كابتن مصطفى يونس، حته الاهلي ما بيجيش على ماشي كويس على مزاجه يعني. انا بتكلم على النادي الاقرب لينا، يعني انا بتكلم على ماشي يا ابو حميد، ماشي يا ابو حميد، انا بتكلم على المنافسه هي اللي بتخليك طول الوقت عندك الروح والاصرار، فانا نفسي ان احنا نكسب عشان خاطر نفضل طول الوقت موجودين في المنافسه، لان المنافسه هي طول الوقت اللي بتخليك عندك روح وعندك اصرار انك تكسب يعني. طبعا ان شاء الله ربنا يوفقك كابتن، ان شاء الله بتمنى لك كل التوفيق. سلم لي على كابتن طارق جدا يا اوفا، وحشني، بتصل بيا يا اوفا، عايزك. ماشي يا كابتن حبيبي، ما تنساش تتصل بالكابتن طارق والنبي يا احمد. لا اوفا رؤوف من اللعيبه الحمد لله بفضل الله، يعني لما مشي من نادي الزمالك جبته المقصه، والحقيقه كان من اللعيبه الرجاله قوي، وقضى معانا 4 مواسم في المقصه بشكل محترم، ومن اللعيبه الملتزمين. هو لعيب كبير ومحترم، كابتن احمد بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله، وبشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد عبد الرؤوف نجم نادي وادي دجله. كابتن طارق، الشوط الاول شايفه ازاي؟ بص، هو اقدر اقول لك ان المباراه سجال، الشوط الاول سجال بين الفرقتين. الحقيقه فريق الجونه يمكن فاجئنا بان هو فاتح الملعب، مش بيلعب زون ديفنس، هو فاتح الملعب، ويمكن ده عمل نوع من القلق شويه عند فريق دجله. دجله ما كانش متوقع هذه الطفره الهجوميه من الجونه، او الضغط من فوق زي ما حصل في الشوط الاول، بدايه الشوط الاول، ثم ضربه جزاء. طبعا انا بتفق مع كابتن مصطفى انها يعني مشكوك فيها شويه، ضربه جزاء يمكن شريف اشرف واخد قرار الوقوع قبل ما يحتك به المحارس المرمى، حارس المرمى امير عبد الحميد. برضو دجله تحس ان هم الكوره مش ماشيه، مش حلاوه الكوره اللي بتلعب من وادي دجله الماتشات اللي فاتت، حتى ماتش المقصة، يعني سيبك ان هو خسر ماتش المقصة، دي عايزه بقى كابتن حسام عبد الفتاح بقى، دي مش هي من بعيد كده ضربه جزاء، في زاويه ثانيه ياسر، في زاويه هي كده ضربه جزاء من بعيد، لا في زاويه ثانيه مش ضربه جزاء، لكن فريق دجله الحقيقه لما كشر على انيابه وضغط ضربه جزاء. كابتن دي عايزه محضر في الاسم، ماشي ما فيش مشكله نختلف نتفق، ما احنا صابعك مش زي بعضها.
انت بتقول ضربه جزاء انا والكابتن مصطفى بنقول وانا معاكم برضه فين اتفضل فين 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 ما فيش خالص هي رجله رايحه لرجل الراجل الجون طبعا الكابتن عصام فتاح استاذ الكابتن عصام فتاح يقول لحضرتك ايه لو امين لمس الكوره كابتن لا ارجع سؤال يرجع بالكوره شريف واخد قرار الوقوع قبل الاحتكاك نشتغل بص هو اهو اهو راح يقع هو مش راح للكوره بص وبعدين رجله مفتوحه وامين يا كابتن مش راح للكوره وامير مش راح للكوره ماشي خلاص الكوره عدت من امير بس هو ملوش ما خلاص امير كان بره اللعب كده يعني امير بره اللعب بس ضم عادي يعني فبقول لك ان المباراه الشوط الاول دجله لما كشر عن انيابه وصل للمرمى وشفنا سيطره من نادي وادي دجله ولكن برضو الجميل في الجونه ان هو مش بيلعب زون ديفنس بعد ما جاب الجون كمان برضو فاتح الملعب ودي حاجه كويسه تحسب لعيبي الجونه لكن لازم يخلي باله الجونه يخلي باله الاثنين المساكين سواء مانو او عمرو طارق الاثنين سيف بعاد قوي عن ستانلي يعني حتى مش ماسكينه يعني شفنا في الجون لو جه جون ياسر خمسه مش ماسكين وعايزين برضو نسال المراسل ايه موضوع 22 ده يسال برضو الجماعه بتوع الجونه ايه 22 عشان نبقى عايشين في الليله يعني بتاعت الاعلاميه حلوه دي مش عارف ايه مالهاش علاقه غير ان هو بيحب بوتريك او بتريكه شهداء مثلا نسال برضو المراسل بتاعنا هناك يسالوه استاذ دمرداش ايه علاقه ال22 دي عشان برضو نبقى عايشين مع الليله يعني الهدف بتاع بتاع ستانلي زي ما انا قلت لك مش مسكين خالص بص الراجل هنا على طول يا سيف شوف اللقطه دي هو فاضي وما زال فاضي يا كابتن مصطفى بص ما زال فاضي الرقابه اللصيقه على ستانلي بص هنا صعبه قوي الراجل استلم براحته خالص في وسط اربعه هو طبعا عنده جرأة كبيرة جدا مفيش اعمل هنا فاول يا كابتن مصطفى راجل بقى اللي وبعدين ما دخلوش جوه ال 18 اصلا انا اعمل فاول من بره يا كابتن ما دخلوش ال 18 اصلا فسايبينه وكله بيجري وخلاص مش مفيش مان معرفش مين مكلف بالقبطه طارق لو رجعت يا ياسر تاني الغلط فيها طارق في 3 من دجلة وفي 5 من بس الخمسه الثلاثه الاصفر دجلة مش مسكين حتى للراجل لما لعبها بدماغه ايوه برافو يا ياسر بص لما هيلعبها بدماغه حتى مفيش حد معاه وبعدين الكره في نص ملعب بص انا بقول لك يا كابتن بس الخمسه ما يتفرجوش كده كابتن ايوه بس انا بقول لك بص حضرتك بص حركه قبله منين سيف لو مانو هنا مقرب في الكره اللي قال لك يا كابتن مصطفى يونس دي اللي هو مقرب قوي بقى مش هيعدي كده استنى بسهوله فانا بقول لك المسافات بين خط ظهر نادي الجونه عن طريق مانو وعمرو طارق بعاد قوي عن فاروق وستانلي وده عامل مشكله كبيره جدا لكن دجله ما استغلهاش هو استغلها في دي بس بمهاره بصراحه ومجهود فردي ومجهود فردي من ستانلي لان ما حدش يتوقع ان ستانلي هيعمل هذا الكلام ممكن جدا يشوط من هنا وهو بيجري اهو فكله بيرجع بص كله بيرجع كمل 1 2 3 4 5 نكمل ياسر كله بيرجع ما حدش بيضغط اهو حتى الراجل كمل ياسر انت عارف ليه انت عارف ليه يا طارق كابتن مصطفى لما كان قريب منه بص سابه بعد انت عارف ليه يا طارق انت عارف ليه حته بتاعت مدافعين وحته فنيه برضو اخطر حاجه تخليك في الموقف اللي هو بتاع اللي في وش ستانلي دوت انك انت كمدافع لما بتتضرب بتيجي تجري ورا اللاعب فلما تيجي تجري ورا اللاعب وانا مثلا بلعب مساك او بلعب ليبرو بخاف اخش عشان ما نعملش ضرب الجزاء او بتاع فبالتالي لازم اعمل كفرنج في ظهره وده اللي قابل كابتن الهدف ده كابتن الهدف ده كل لعيب منهم افتكر التاني هو اللي هياخد الكوره بقول لك كله الاربعه بعده نفسهم كله بيتكل على بعض عشان كده طارق بنقول ايه في اساسيات في ان واحد في التلت الدفاعي في اساسيات ما تخرجش عنها بالظبط النقطه المهمه الاساسيات دي كنت بتتكلم عنها ان مانو يقرب قوي من طبعا الراجل استني لان استني معروف انه خطر وبالتالي يا كابتن سيف انت عندك مسافه طويله قلت لك عليه هم واقفين ورا قوي هم فاتحين الملعب لما اجي افتح الملعب لازم الديفنس يطلع في ظهر نص الملعب المسافه دي كلها مش موجوده في نادي وادي في نادي جونه فسايبينها حريه لفاروق وستانلي ومهاب سعيد كلهم وحسام عرفات كلهم بيستلموا براحتهم قبل ما نروح للاستاذ فتحي سند نطلع سريعا فاصل اعلاني ونرجع لكم تاني يعني اكيد برضو الشوط الثاني ممكن نشوف شوط مختلف اكيد النهارده راينر تسوبل في دماغه كتير اكيد كابتن حماده صدقي عنده تعديلات استاذ فتحي شايف الشوط الاول ازاي انا شايف الشوط الاول شوط يعني متواضع وعاده بيحلو للبعض انه لما يبقى المباراه مقفوله كده ويبقى ما فيهاش كوره
يتقال انه ده تفكير المدربين، انه كل مدرب بيحاول ان هو يقفل مفاتيح لعب التاني، انه يقرب خطوطه، ان يحكم الرقابه على مصادر الخطوره. ده شفناه صحيح، يعني انا شفت في معظم الشوط الاولاني فعلا مصادر الخطوره اللي في دجله الرقابه عليها كانت لصيقه، ما شفناش سرعات حسام فرحات، مهاب سعيد كان بيتحرك على فترات، اسلام عادل شويه، المرغني بيلعب دور الدفاعي، فممكن تبقى احكام الرقابه على هذه المفاتيح قللت الخطوره عند وادي دجله، فلم يعد هناك غير انه حل المهاره. حل المهاري هو اللي كان عند استنبي. ما شفناش فرص في الشوط الاولاني، ما شفناش خطوره على المرمى في الشوط الاولاني، ضربه جزاء وهميه وهدف بلعبه مهاريه. ده ملخص الشوط الاولاني، وبالتالي ما اقدرش اقول انه كل مدير فني كان بيلعب على المضمون او ان هو بيحاول ان هو يامن الجانب الدفاعي على اساس انه الوضع حذر بالنسبه للفرقتين. فاذا كان ده تكتيك المدربين فطز في التكتيك الفني اذا كنا هنشوف عرض بهذا السوء. وبالتالي اعتقد ان التحرر هيكون في الشوط الثاني، لابد من التحرر لان التعادل لن يكفي الجونه، والتعادل لن يرضي الدجله اللي بيحاول ان هو يتقدم. بس تالي التعادل يرضي الجونه استاذ فتحي؟ لا انا في رايي انه مش في مصلحتها، يعني لا مش يعني مصلحتها. على الاقل في الوقت، يعني على الاقل يعني مع فريق يعني زي وادي دجله بالظبط، يعني النتائج اللي احنا شايفينها. انا معاك يا سيدي. طيب اذا كان هيرضى بالتعادل كابتن مصطفى، يبقى خلاص يبقى هنشوف الشوط الثاني دجله بوضع افضل من الناحيه الهجوميه، خصوصا انه عبد الفتاح الاغا المنتقل حديثا من دجله ما حسيناش بيه. هو اصيب في الاحماء. ما انا بقول يعني ما مش موجود. كديكي قالها لما مش موجود. ومحمود سعيد يعني ما عملش غير انه ضربه جزاء زي ما اتفقنا عليه. ارجع لحضرتك، توقعات حضرتك سريع من الشوط الثاني، في اهداف؟ في اهداف. اهداف كابتن طارق؟ انا اتوقع اهداف كابتن مصطفى. المفروض وادي دجله معنوياتهم اعلى يعني. نتمناها جميعا اهداف ان شاء الله الشوط الثاني، وشوط افضل من الشوط الاول. اما الان فالى استاد الدفاع الجوي والشوط الثاني من لقاء وادي دجله والجونه. اما الان فالى نجم التحليق في الوطن العربي كابتن حازم الكريكي.